كيف نصنع حزام لفستان العرس؟ نحتاج إلى قطعة من الشبر الأبيض بطول 2 إلى 3 متر وعرض 3 إلى 4 سنتيمتر، قطعة من الدانتيل شريط الزينة بطول 3 إلى 4 متر، إكسسوارات بطول 1 إلى 2 متر، مقص، لاصق سيليكون. نبدأ بقياس الشبر على الخصر في المكان المراد وضع الحزام عليه، ونقصها مع إبقاء زيادة لربطه على شكل شبرة أو فيونكة. نقص الدانتيل على قياس الخصر مرتين. نقلب الشبرة على الوجه المراد إخفاءه لتزيينها من الداخل. باستخدام السيليكون نلصق الدانتيل في منتصف الشبرة، ثم نلصق في منتصف الدانتيل القطعة الثانية، وبعد ذلك نقلب الشبرة لوضع الإكسسوارات على الوجه الظاهر في المنتصف مع تثبيتها بواسطة السيليكون، مع الانتباه لترك نهاية الحزام بدون إكسسوار لعمل الفيونكة أو الشبرة. نقص طرف الشبرة وبزاوية مائلة، وهكذا يصبح الحزام جاهزاً.